بما انه يعني كنا نحكي عن حضيري ابو عزيز، اي نعم. خلينا نسمع يا محمد، هي من كلماته. محمد بو يا محمد. لها قصه يمكن. هي يعني هو محمد حضيري هو اللي كتبها وغناها اول واحد، وكانت هي يقصد بحميد على اخوه، يا حميد خاف من الله يا محمد، يعني بس هي يا محمد، يعني رجعتها يعني غنيتها لابني محمد. بس صار عليها اعتراض، مو اعتراض يعني، من يقول محمد يا محمد خاف من الله يا محمد مو هذا الله يونيم يا محمد بشتلي ليش تتعمد؟ يتعمد يعني من يتقصد في بالعراقي، يعني واحد يتقصد يسوي شيء، يقول هذا متعمد مسوي شيء بتعمد بالقصد. اي بال فذولا يعني في بيروت مرة بالحفلة، يعني واحد قام وقال لي شنو تتعمد شنو كذا، قلت له حبيبي تتعمد يعني مو من المسيحية يتعمد، لا بقصدي ليش، يعني هو محمد ابني بس انت بقصدي ليش تتعمد تأذيني، هذا اللي كان قصدي. صار على هذا اللي شو اسمه واستمرين. يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمد، يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمد، يا محمد خاف من الله يا محمد مهاب الله، يا محمد خاف من الله يا محمد مهاب الله، عيوني محمد قلبي محمد، يا محمد شنو ذنبي وبين عداي وترميني، يا محمد شنو ذنبي بين عداي وترميني، وتدري النار اللي بقلبي تشويني وتاذيني، تدري النار اللي بقلبي تشويني وتاذيني، عيوني محمد قلبي محمد، دي يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمد، يا محمد خاف من الله يا محمد مهاب الله، يا محمد خاف من الله يا محمد مهاب الله، عيوني محمد قلبي محمد. أستاذ إلهام، في فترة من الفترات بعد بروز تجربتك وانتشار اسم إلهام مدفعي في أو في فترة بروز كبار الفنانين العراقيين أو الفنانين العراقيين، بدأ كثير من الفنانين أو الصحافة تنتقد إلهام مدفعي أنه يسيء للتراث بإدخال الجيتار على الأغاني، أغاني الفولكلور العراقي. فعلا يعني هذا نقول السنين يعني اللي بدأ بهذا الموضوع بدون ما يعرفون انه هذا مجرد انه سامع، يعني سمع من فلان وفلان وفلان، يعني انا منو يريد يجادلني موضوع، نتجادل بالموضوع نتكلم به، هذا التراث موجود، تراث هو ملوكنا كنا احنا، أنا عراقي تراث عراقي أقدر أصور، مو تراث جيت شفت منظر، جيت حطيت هذا قطعة مالتي وبديت أرسم المنظر، يعني أكو مانع، يعني أكو مانع،
هذا المنظر في قرية مالتي اللي أنا عايش بها وأريد أرسمها. فشنو التراث؟ هذا ممنوع وهذا ما يصير. أنا شي سويته صلحت موضوع جدا مهم. يعني ذاك الوقت في إحنا نسمع موسيقى وبدنا نسمع موسيقى على مستوى العالم، وبدأت الأجهزة تصير تتطور وتعطي الأصوات الصحيحة للطريقة اللي سجلت بها الموسيقى. موسيقتنا كانت ناقصة. أدخلت عليها الجيتار والموسيقى العربية كانت ناقصة بدون يعني. أول مكان حسينا في موسيقى كاملة هي بمصر، الفرقة الكبيرة والفير كونتر باس، الكونتر باس والبيس اللي هو يحدد الكونتر هارموني للأغنية الموجودة في كل في كل العالم. فإحنا ليش ما نقدر نصير هيك بهالطريقة هذه؟ فنفس الشيء يعني جبت فرقة، خلاص هذا جيتار وهذا بيس، البيس اللي لازم يعطي العمق الصحيح للأغنية وتوقيتها والتوافق مع بقية الشغلات تصير اللي هي جيتار. يعني انت ما تشوف انك اسأت للأغنية العراقية كما يقال، يعني كما قالوا انك افرغتها من هويتها، ويمكن حتى بعض الاسماء نسبتها الى تراث، اسماء اصحاب اغاني معينة انه او اصبحت فلكلور. ما اتذكر يعني اي منهم بالذات، لكن الهوية كانت زيرو. نقول هوية الأغنية مو الأغنية عربية، لا استغفر الله، كان هناك أغاني عربية وفي لبنان ومصر وتونس ومغرب وكلها موجودة وفي الخليج، بس احنا رجعنا على الشيء الاساس اللي لازم. يعني صحيح هذه اغنيه حلوه جميله، بس اضيف لها فلانشي وفلانشي وفلانشي تكمل عندك اغنيه، تصير وين ما تحطها بالعالم يسمعوها. انت تعتبره تطوير ما تعتبره اساءه؟ طبعا تطوير، صار بها هارموني، صار بها بيس، صار بها اصوات اخرى، ويعني اثنين يغني نفس الصوت، هذا كله يعني يعتبر بالنسبة للأغنية فشيء حديث. إيش كانوا يقولوا لك؟ تذكر إيش كانت آرائهم؟ إيش كان يقال لك بهذه؟ تحطيم الأغنية التراثية. قالوا إن أنت تسوي الأغنية pop music يعني موسيقى مثل إيش اسمه هذا؟ أي. على كل أي توفى الله يرحمه. بس الشيء أنا أبداً، لأن أنا لو من واحد عنده رأي صحيح طبعاً، لأن أخويا مهندس، بس نفس الشيء يحب يبني فكرة والفكرة يطبقها في تطبيق بلوجيك في حياتنا، اللي يقدر واحد يقول معقول كلام هذا. هل نسبت بعض الأغاني أبو محمد من تراث، يعني من أشخاص إلى تراث؟ يعني أغاني معروفة لأشخاص معينين، أنت قلت إنه هذا تراث. هواي. أخذت إذن من أصحابها؟ إيه، مثل من فاضل عواد، إحنا قلنا له مرحبا، وقال ما عندي مانع، رجال هم فاهم وكذا، هو مسوي أشياء قديمة سوا حديثة. يعني وش عدت الفاضل عبد؟ أغنية أشقر بشامة. أي. سجلت 1925، ذكر في اليوم فاضل عواد أنه هاي أغنية تراثية من فلان وقت. لا أقول لك لا، احنا كنا سوا في كل التطور هذا، لكن أنا سمعتها مرة كذا، فما قلت انه اني ما، بالعكس يعني اني يسعدني انه اشوفه، بس انا بصفحه، انا في امريكا هما في بغداد، في وقت قبل 2003 وكذا كان التواصل صعب. واصبحت لك مدرسه خاصه بالهام مدفعي، هويه جديده الحمد لله. يعني رغم الانتقادات وال
من ظهرة الأغنية العراقية الواطية، يعني مع الأسف، ولا أنا ما أعترف بأي أغنية أنه يعتبر واطي، لا هاي تحصيل حاصل. الأغاني الهابطة تقصد؟ هابط، بس هذه ما يصير نقول أغاني هابطة، هذه أغاني تحصيل حاصل وتعكس حال المجتمع اللي يكتبها واللي لحنها واللي يغنيها، هذه اللي هم هذا الشيء يريدوا، أنا أريده كذا، أنا تونس عليه أسمع قسم من عدها أشوفه حلوة وكذا. هذا بعدين رجعوا العالم إلى المنطق والشيء اللي يوجدوه بالتراث، أكثر شيء قريب لهم. يعني تراث يعكس حالة مجتمع اللي انت قدمتها في أسلوبك وطريقتك. وقبلي وقبلي وقبلي، يعني هو يعني آلاف الأغاني اللي صارت، والكل نعرف مؤلفيها وملحنيها وكذا، ومدهسة يعني دونوها بالأخير، قدرنا نعرف أشياء هواية كنا غلطانين بها صارت نعرفها. الكل يريدون يسوي نفس الشيء، وين يتعلمون؟ ما عندهم مدرسة، ما عندهم كلية، ما عندهم شيء يخرجهم كموسيقيين، فاتجهوا إلى أغاني إلهام لأن أقرب شيء لهم ومعروفة، وتقدمت يمكن أيضا عالميا وصار لها حضور عالمي. أينا ما احنا بالنسبة لي أنا خانة ثانية، يعني عندي